هاي عينه يا رجال، هاي عينه يا رجال، يقطر مركله الرجال، يقطر يمشي ويقطر، يقطر مركله غير خذ تحتك سحاله ولا حوض كذا. هار نار نار نار، جهنم جهنم، الله يلا عليك. السلام عليكم، اسعد الله مساكم بكل خير. طالعين عندنا كذا مشوار جماعة الخير، نخلص ان شاء الله. كيف الله يرحم امك وابوك، عندي نادي يا ابن الحلال. شيك الكوتش هذا اللي مضيع النادي شمس يا اخي، عندي نادي يا اخي اخلص الله يا اخي. طيب يا نواف بروتين، اقسم بالله بعض الناس ودك تتمرن في وجهه علشان يمشي صح، تتمرن في وجهه كذا، تتمرن في وجهه. هذا يا اخوان يعني يقول لك اشجع الرجال هو الحليم وقت الغضب، لان انا لو ماني حليم جبهتك هذه حتطبع في علامة اللكسس، تصدق ولا ما تصدق؟ سلام شاري؟ سلام أخي، أزمني على شيء بلد، افهمها أخي، افهمها. حر، قلت لك حر، كررتها مرتين، حر. يعني افهمها، لازم في الوضع عزيمة. اي يعني أزمني وعايد، أنا قاعد لبكرة عايد، ما عندك مشكلة؟ ما عندي مشكلة، يعني نادي معود ما شاء الله. بس العزيمة أنت لك أسبوعين ما تغير أي شيء، ليش؟ ممكن في خطأ في التمرين. لا ما عليك، ما عليك قلت لك ما عليك. أنا مضبط المدرب وقلبت أكل اللي تبيك، وهم وصلت شي... مرحلة يعني من قوة تضبيط صرت تتمرن وايرلس في البيت؟ لا لا لا، عن بعد يعني الأمور طيبة الآن، يعني يقول تمرن سوي كذا وأنا أسوي كذا في البيت. في البيت إيه، وتنحف يعني الأمور طيبة. لا بس بشر أقول شق راسي من هنا وانتبه، احفظوا السناب هذا يا جماعة، احفظوه. أنا أول مرة أشوف يا أخوان يعني شخص داخل نادي كان يلبس إكسين لارج، يوم دخل نادي صار يلبس 3X. لا حرم عليك، لا عاد صدق مشاري، حرم عليك والله حرم عليك. أنا ترى أنت خربت اليوم التمرين، بس يوم قلت لي في عزيمة والله أقول لك شيء على الطقم ذا كأن قلب دفاع في الاتحاد. أيام رضا تكر الشباب. بس اسمعني أزلم، أهم شيء لا تنبرش علي تكفى. أزلم الوضع دام في عزيمة، أنا اليوم باكنس النادي عادي بالله، يعني ترى بس عشان العزيمة. لا أبشر أبشر، أقول غالي والطب رخيص. بيض الله وجهك، وين نروح؟ مكان كويس. جايين انا ونواف يا جماعة الخير نشوف النكهة الجديدة اللي عندها هاف مليون، او وش نزلوا هاف مليون. لقينا هذا الايس كريم الشوكلت زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هذا ما تسميه ايس كريم، هذا تسميه الذهب. سم؟ الذهب، تسميه الذهب. يشرسع، بارد، جميل، اقسم بالله جميل. يا هذه العزائم اللي ترد الروح، هذه العزائم. الله يعزمني يعني كل بالعافية، يعزمني كل يوم. جايب الان وبعطيك بلايك فيه يا جماعة الخير. مع هاف مليون صيفك جامد الله يسعدك، وطقمك جامد والله يجمد حياتك، الله يرفع قدرك ويطول عمرك. بالعافيه ابوي، بالعافيه. بالله ايش رايك نور؟ ايش رايك؟ اقسم بالله ما شاء الله، اقسم بالله انه لذيذ كذا، بارد ولذيذ، مو بارد بس لذيذ. طعم الشوكولات والصوص اللي فوقه يفوز، اهنيهم والاختراع اللي سووه. لا ما لا 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 يا نواف، هني مو اختراع، هذا مو اختراع. دقيقة، هذا منتج جديد عند هاف مليون، يعني ايس كريم منعش. أقول شيء، جربوه ما راح تندموا، والله. أقول شيء، جربوه مش حتندم. ها والله ما يندم، والله يا جماعة الخير إنه لذيذ، صدق مرة لذيذ. بعدين في يعني في حاجات كذا، لا حاجات منعشة كذا، فهمت؟ تحس إنك فعلاً أنا عشت نفسك في الصيف. طبعا مكونات ايس كريم الشوكولات يا جماعة الخير، ايس كريم شوكولات مع صوص البريتزل وقطع شوكولات مطحونة، فالميكس صاير مرة رهيب يا جماعة الخير. بالعافية يا أبو محمد، بالعافية يا أبو. الحين وين ما تبي روح الروح، الحين ايش؟ وين ما تبي الروح، الروح الروح، هذا العزايم اللي ترد الروح. ترى على فكرة متوفر في جميع فروع هاف مليون، يعني أي فرع مرة، اي فرع تمره تلقى عندهم ايس كريم. ايس كريم شوكولات، عليك بالعافيه ان شاء الله. ان شاء الله نمر بعد المغرب اصور المكس، والله طالع رهيب مره يا جماعه الخير.
ها؟ لا لا ما في شيء. مش ميز من المنظر اللي وراي. هذا اللي خلى شدوقك تكبر. الاشتمزاز هذا حقك. من هو؟ الاشتمزاز حقك هذا. اشمئزاز. اشمئزازك هذا خلى شدوقك ما عاد تحركه. أنت تكلمني الآن وبما أن ما عندك شتوق. لا أنا عندي شتوق بس أنا قاعد أحرق دهون. أنت تدري وش المفروض يعني؟ تسمح لي أعطيك لقب. لقب يليق بمقامك وشخصيتك. تفضل. أنت من يوم صاعد النواف شدك. نعم. أقول لك كلمة. واحفظها علي هذه الكلمة. شهر واحد إذا لقيت شتوق لك اللي تبي. أبشر إذا نحفت بتصير نواف نص شدك. موضوع سهل. الله يستريك يا هلا الله يحفظك تمرن عني ها الله يبيض وجهك تمرن عني ابشركم يا جماعة الخير نزل الاعلان واخيرا في التيك توك هذا المقطع شوفوا المقطع اعطونا حركتك اكسبلور لايك كومنت رايكم بالمقطع كيف كانت الفكرة؟ أنا أشوف إنه ممتاز. الله يسعدك. كوجهة نظر. الله يسعدك. تعرف شو اللي زاد حلا المقطع؟ إنه أنا موجود. هذا ركز على الأهداف. طيب يا جماعة الخير، شوفوا المقطع، أعطونا رأيكم. الشباب هنا ترى عجبهم المقطع مرة. مرة حلو. الأستاذ سبايكي ونواف. عجبهم. مبدع دائما. عجبهم المقطع فأعطونا رأيكم أنتم. من يوم جو ما اطلع من الغرفه يا الربع. ما شاء الله ما شاء الله. من وين لكم مفتاح؟ لا يفوتك الخير. والله غرفتنا هذه حلوه. غرفتكم؟ ما شاء الله جميل. بعد اليوم تعرف يعني غرفتنا هذه الله يرحمها. ما شاء الله حلو. تعال استعشر يا دين النبي يا اخي انت بس تخرب يا الربع والله ناقصها شيء. خلاص والله العظيم ناقصها شيء. تدرون وشو؟ وشو؟ عطني 10 دقائق واعلمك وشو. طيب بالله فيلم ناقصه شيء يا اخي يا رب امزي لا الليل لا وش وانت تقول ايش ناقصه دريتوس تسموه ايوه غلط غلط اعطوني 10 دقائق واعلمكم ايش ناقص لا شوي جايكم 10 دقائق بس يا نواف نواف افتح الحب هذا اللي كان ينقصها يا اخوان الحب سلام عليك اي والله الليل هذا اللي كان ينقصها يا طول العمر تعرف هذا ايش بيتزا هذا بوكس تريبليتا تفضل ايش ممكن شويش يا اخوان شويش شويش ايوه هي طريقه يا سلام تسحب يا سلام يا سلام الله يسعدك عفا عليك اسحب اسحب شوف 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 دقيقه طلع 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 الآن تقدر تتابع فيلم في أمان الله يا أخي ايوه هو ذا الدلع الله يسعدك هذا الشغل بوكس تريبليت يا أخوان تفضل تفضل ما هبيط العافية ما هبيط العافية اجلس وانت جالس يا ابوي وانت جالس بالعافية شباب بالعافية ها بشر وكيف الأمور البيتزا حلوة قصدي الفيلم حلو ما ضبطتكم صح؟ مرة دلعتك انت الله يسعدك الله يشكرك بالعافية شكرا بالعافية الآن تقدر تتابع يا أخي الآن يجي لك نفس التابع شكرا على اختيارك الله يسلمك يعني بوكس اثنين بيتزا ونقانق وبرضه حلا طلبات جانبية برضه معه الصوصات بالعافية شباب بالعافية بالعافية الله يسعدك الله يشكرك طبعا يا جماعة الخير العرض اللي شفتوه قبل شوي عرض العودة للمدارس من لورينزو جميل؟ جميل العرض هذا يا طول الاعمار اسم البوكس تريبليتا تريبليتا كانك تقول تريبل ليتا حلو حلوين؟ يطلب يقول ايش اديني بوكس تريبليتا يا سلام كم تتوقع السعر؟ يعني اتوقع 250 وانت؟ 180 115 115؟ نعم اللي شفتوه قبل شوي اي وش المكونات؟ اثنين بيتزا كبيره بالعجينه التقليديه واربع قطع دجاج مقليه وبطاطس ودز واربع قطع باربيكيو رولز الدجاج واربع قطع هلبين بالجبنه وكوكيز واثنين صوص من اختيارك ما شاء الله كل هذه 115 فقط بس نعم طيب ليش المطعم قلت لي
تقدر تطلب بوكس ثاني لورينزو بوكس تريبليتا، ترى عرض الفترة محدودة، الحقوا عليها يا جماعة الخير. بالعافية عليكم.